السلام عليكم الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كما تقرؤون في العنوان، درسنا اليوم إن شاء الله هو فعل هابن ومشتقاته. وكما تعلمون أنتم كمبتدئين في تعلم اللغة الألمانية أو أنتم في مستوى معين في اللغة الألمانية، فتعلموا أن في اللغة الألمانية هناك مشتقات كثيرة من كلمات كثيرة، يكون فرق صغير بين هذه الكلمة أو فعل وفعل آخر، حرف أو حرفان، لكن يتغير المعنى الكامل لهذه الكلمة. هذا الشيء إن شاء الله الذي سنراه في هذا الفيديو. بالنسبة لفعل هابن، وهو فعل يمتلكه، وسأتطرق إن شاء الله إلى هذا الموضوع وهي إلى هذه النقطة في فيديوهات مقبلة إن شاء الله. سأحاول دائما أن أعطيكم فيديو قصير ويكون حول فعل من أفعال اللغة الألمانية وأيضا مشتقاته، وسنعطي ترجمتها باللغة العربية وأيضا بعض الأمثلة حتى تستطيعوا فهمها بشكل صحيح. إذا سنبدأ درسنا اليوم، والذي هو قلنا مشتقات فعل هابن. كتبت لكم هنا، لدينا فعل هابن هو الفعل الرئيسي، لدينا فور هابن و ان هابن. بالنسبة لهابن كما تعلمون هو امتلك، كتبت لكم هنا فقط مثالين. بالنسبة لبعض الأشخاص يمكن أن يكون بعض الأشخاص لا يعلمون ماذا يعني ich habe einen Bruder. ich habe einen Bruder. أنا لدي أخ. ich habe Angst. ich habe Angst. هي أنا خائف، أو أنا لدي خوف، أنا خائف. و haben. for haben وهو يريد. مثال فعل wollen والذي هو modal verben من الأفعال المساعدة. لدينا أيضا vorhaben ويعني أيضا نفس الشيء مع wollen، أنت تريد شيء ولديك النية أن تفعل هذا الشيء، ليس مثل wollen يمكن أن تريد شيء لكن ليس لديك النية أن تفعله. مع haben تفعل هذا الشخص تفعل هذا الشيء، تفعله ليس فقط تتمنى أو إلى آخره. هنا لدينا مثال vorhaben هو was hast du heute vorhaben يا was hast du heute vor، نعني بها تسأل شخص ماذا يريد أن يفعل اليوم، ماذا يريد أن يفعل. سؤال شخص، سؤال عادي was hast du heute vor، يعني ماذا تريد أن تفعل. أو إذا كان اليوم كانت العشية أو في منتصف اليوم وقد قمت أو قام هذا الشخص بأشياء عدة، فيمكنك أن تضع له أيضا السؤال was hast du heute noch vor. was hast du heute noch vor يعني ماذا تريد. كما قلت لكم هذه الكلمة noch هي لا يزال أو بما شابه ذلك، لا يزال تعني ماذا تريد أن تفعل اليوم، أو لا يزال تعني أنت فعلت شيء وتريد فعل شيء آخر. يمكن أن تقول تضيف هذه كلمة noch، هذه تعطينا معنى أنك فعلت شيء وتريد أن تفعل شيء آخر، لا تزال تريد أن تفعل شيء آخر. Was hast du heute vor؟ هنا بصيغة الجواب كما لاحظتم، فهنا أول شيء أن for لدينا في أول الفعل، لكن عندما صرفنا الفعل فهي في الآخر. هناك أفعال يطرأ عليها هذا التغيير، سأتطرق إليها إن شاء الله في فيديو لاحق مستقبلا. سأعطيكم فيديو على هذا الموضوع وسأحاول أن أشرحه بطريقة جيدة لكي أو أقدمه بطريقة جيدة لكي تفهموا هذه الأشياء بطريقة جيدة.
إذن في بعض الأفعال التي يكون لديها مثل هذه الأشياء كما لاحظتم، لأن أصل الفعل هو haben، لكن هذا يسمى ب vorsilbe. vorsilbe هو الذي يكون هذه الحروف الأولى التي تضاف إلى الفعل. ففي بعض الأفعال، ليس في جميع الأفعال، في بعض الأفعال يطرأ عليها هذا التغيير. هناك أفعال لا يطرأ عليها هذا التغيير، رغم أن هذه الحروف هي زائدة على الفعل الأصلي. إذا كنتم تودون أن تعرفوا المزيد من المعلومات عن هذه الأفعال، فأنصحكم بمشاهدة الفيديو اللاحق إن شاء الله، سنتطرق إلى هذه النقطة. كما قلنا، عندما تودون الجواب تقول إيش حاب، وتقول ماذا تريد، في الأخير تأتي كلمة فور، في الأخير تأتي كلمة فور. إيش حاب، وتقول ماذا تريد، وفي الأخير تأتي كلمة فور. أو دو هاست، ماذا تريد، في الأخير يعطينا أن تبقى هذه الحروف. أو نستطيع أيضا كما تشاهدون هنا في المثال إيش حاب فور، لكن عندما نقول إيش هاب فور، في الأخير قبل الفعل الأخير تأتينا كلمة سو. سو، هاد سو تعطينا مثال إلى أو لي، باللغة العربية حرف جر إلى أو لي. إيش هاب فور ثم شتخان تسوكين، هنا أنا أريد أن أذهب إلى البحر. أذهب داشتخاند، وهو البحر. أنا أذهب، أريد أن أذهب إلى البحر. هنا هاستو فو بصيغة سؤال، هاستو فو وفاصلة، هاستو فو إنسكينو تسوكين، هاستو فو إنسكينو تسوكين. هل تريد أن تذهب إلى السينما؟ هل تريد أن تذهب إلى السينما؟ كما لاحظتم هنا وجب علينا أن نعطي كلمة سو، لكن هذه سو تعني أيضا إلى، لكن هنا لدينا إلى إنس، هذه تعطينا دائما إلى أو لي باللغة العربية. إيش هابن نيشت سوتون، يا أنا ليس لدي ما أهمله. هنا أعطتنا ما كما قلت لكم هي دائما تكون حرف جر، يكون دائما قبل الحرف الأخير، قبل الفعل الأخير. هاستو فو انسكينو تسوكين. هنا مثال آخر، هنا كما قلنا وهو هل تريد أن تذهب إلى السينما. هنا اهات نيشت فو، هنا بصيغة نيجاتيف، اهات نيشت فو ميت تسوكين، اهات نيشت فو ميت تسوكين. gehen، هذا أيضا وهو فعل مشتق من gehen، gehen وهو يذهب، mit gehen، وقلتها في درس سابق، mit gehen وهو يذهب مع، يذهب مع. وهذا الفعل يطرأ عليه أيضا هذا التغيير الذي قلنا، هذا الفوزيل يبقى في آخر الجملة. عندما يكون لدينا فعل الذي ينقسم، فهذا سو تكون بينهما. er hat nicht vor، هو لا يريد أن يذهب معنا أو معك أو لا، على حسب الحالة. mit zu gehen تعني لا يريد أن يذهب مع. er hat nicht vor mit zu gehen. وهنا لدينا الفعل الأخير وهو anhaben. anhaben وهو ليس يلبس، لكن لابس الشيء، لأن يلبس هو أنسيهن، هي تكون تلبس شيء. أنهابن وهو أنت لابس الشيء. هنا مثال مي إست كالت، تعني أنا، مثال الجو بارد وأنت فيك برد، تقول أنا في برد، هي مي إست كالت. هنا هذا فقط أردت أن أعطيه. فاس هاستو أن، فاس هاستو أن هي ماذا ترتدي، ماذا ترتدي، تلبس أو ترتدي.
Ich habe eine dünne Jacke an. Ja, أنا أرتدي جاكيت رقيقة. جاكيت رقيقة أي جاكيت للصيف ليس للشتاء. فهذه الأفعال في أكثر الأحيان تستعمل فقط بهذه الطريقة التي أعطيتكم. فو هابن تستعمل أكثر. يا فاس هاستو فو أو فاس هاستو هويت فو. تقول إيش هاب أتفاس فو أو إيش هاب فو وتقول ماذا تريد أو بصيغة السؤال هاستو فو وتقول السؤال لكن دائما في الأخير تسو وأن هابن دائما تكون فاس هاستو أن أو إيش هاب أن دائما تستعمل فقط في الكثير من الأحيان فقط في هذه الجمل التي أعطيتكم هنا. إذا كما قلت لكم في بداية الفيديوهات السابقة إن شاء الله سأحاول أن أتطرق لكم إلى هذه الأفعال، كثير من الأفعال التي لديها مشتقات كثيرة سنتطرق إليها إن شاء الله في فيديوهات لاحقة، وأتمنى أن تكونوا استفدتم من الفيديو والسلام عليكم.